مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الحقيقة كما هي، وإلى عناوين هذه الحلقة. المدعو حسن إيرلو مبعوث الحرب والقتل مجرم رحل عن أرض اليمن. أن المطار سيقوم بتعليق عمليات أو تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء. من المستفيد من مطار صنعاء؟ ومن الذي أغلقه بوجه المواطنين؟ مشاهد الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أعلنت الخارجية الإيرانية نبأ وفاة المدعو حسن إيرلو المسؤول الإيراني عن حركة الإجرام الحوثية في اليمن ومشرف نشأتها وتدريبها والمخطط الأول لمسيرة إجرامها. قبل سنة تقريبا أو تحديدا في أكتوبر من العام الماضي، دخل المدعو حسن إيرلو دخل اليمن سرا بطائرة أممية أو عمانية أو عبر البحر، فكل الجهات لم تؤكد كيف جاء، وهو اليوم يخرج جهرا، ولكن بعد أن قضى نحبه أو قتل في اليمن بطريقة ما. فلقد تعددت الروايات واختلفت الحكايات، ولكن الثابت لدينا أنه رسول حرب وقتل وإجرام، ولم يكن يوما رسول سلم وسلام. هذا ما شهده اليمنيون وعايشوه منذ الوهلة الأولى لدخوله المشؤوم لليمن وممارسة عمله كحاكم فارسي للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. ولن يكتب التاريخ عنه إلا مرتزقا دخل بلدا غير بلده سرا، وخطط وساعد ونفذ عمليات لقتل مواطني هذا البلد. مسيرة وسيرة ملطخة بدماء العرب جميعا. تعالوا نسرد الحكاية ونتحدث بصدق وحقيقة بعد أن طوى النسيان حكاية مجرم ما تزال الدماء تسيل إلى اليوم بفعل خططه وإجرامه. هذا المبنى هو مقر من تطلق عليه الحكومة اليمنية الحاكم العسكري لليمن حسن إيرلو السفير الإيراني لدى ميليشيات الحوثي. في أكتوبر من العام الماضي وصل إيرلو إلى صنعاء كسفير مفوض فوق العادة للنظام الإيراني، وقدم أوراق اعتماده إلى وزير خارجية الحوثيين. حينها أكدت الخارجية الأمريكية وصوله إلى صنعاء من خلال عملية تهريب، وقالت المتحدثة باسم الوزارة آنذاك إن وجوده يعكس نية إيران في مواصلة استخدام الحوثيين لتوسيع نفوذها الخبيث. المبادرة الآن سارية. ومؤخراً وبعد أن قدمت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، أسرع إيرلو لرفضها، وجاء رد أمريكي رافض بدوره، لكن لحسن إيرلو وصفته. إذن أولاً ليس هناك أي فائدة فعلاً من أراد الرد للمقال السفير بين القوسين السفير الإيراني، ونعرف أن هو ليس دبلوماسي. أما بريطانيا فأعادت التأكيد على أن إيران جزء من المشكلة في اليمن. وقبل قدومه إلى صنعاء كان إيرلو قائدا في الحرس الثوري الإيراني ومدربا لعناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية، ثم تقلد مناصب تتعلق بالشؤون اليمنية في وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن انتقل إلى صنعاء ليصبح ما يسمى بالسفير. وتقول الحكومة اليمنية إن نظام إيران فرض إيرلو حاكما عسكريا بصلاحيات مطلقة للإشراف عن قرب على عمليات دعمها في اليمن. كثير من الأخبار والتداولات والنقاشات والحديث الطويل حينها تحدث عن هذه الشخصية الغامضة، هذه الشخصية التي دخلت البلد دون سابق إنذار ودخلت بطريقة ما لا يعلمها أحد.
كثير من الغموض شابت حول هذه الشخصية، دور هذه الشخصية، عمل هذه الشخصية، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الشخصية للسلام؟ طبعا لا شيء سوى القتل والحرب والدمار. تعالوا نتعرف أكثر عن هذه الشخصية التي عاثت فسادا ليس في اليمن فقط ولكن في الوطن العربي بأكمله. إرلو قائد عسكري وخبير صواريخ عمل في جنوب لبنان، مسؤول عن تدريب النشطاء الإرهابيين التابعين لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار شمالي طهران. الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إرلو كقيادي عسكري في فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. إرلو أرسلته إيران إلى صنعاء للعمل كضابط ارتباط مع الحوثيين. منذ عام 2015 كان مسؤولاً عن المكتب اليمني في وزارة الخارجية الإيرانية. شغل منصب نائب المساعد الخاص لوزير الخارجية لشؤون اليمن من 2015 إلى 2020. ويرى مراقبون أن حسن إرلو كان تلميذاً مقرباً من قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتيل مطلع يناير 2020. وقال حسن إرلو: كان لدي لقاء مع قاسم سليماني كل أسبوع وكل يوم، وقدوتي هو قاسم سليماني. مصادر محلية كشفت أن حسن إرلو جعل من السفارة الإيرانية بصنعاء غرفة عمليات لخبراء الحرس الثوري، ما يعكس حجم تبعية الحوثيين لطهران وسعيهم لتحويل اليمن إلى قاعدة لنظام طهران. هذه بعض من تفاصيل حياة هذه الشخصية المجرمة التي للأسف تلطخت يداه بدماء اليمنيين ودماء السوريين ودماء العراقيين ودماء اللبنانيين، وعمل كثيرا في ملف تدمير الدول في الوطن العربي بقيادة إيرانية، وكان أحد مسؤولي هذا الخراب وهذا الدمار في أوطاننا العربية. شاءت الأقدار أن يصل إلى صنعاء العروبة والتاريخ، أن تأتي الميليشيات الإيرانية لتمهد وصول هذا الشخص إلى اليمن. كيف وصل وبأي طريقة استقبل هذا السفير؟ وهل يستقبل مثل من يحمل صفة سفير بهكذا استقبال؟ سنشاهد وإياكم وأنتم حكموا. يعني السفير دائما متعودين أنه يصل إلى مكان معين إذا كان في سفير، طبعا هم خارج إطار كل ذلك، هم الإيرانيين يتوهمون أنهم سيطروا على هذه المناطق وأصبحت باستلامهم، وما ميليشيات الحوثي إلا أدوات رخيصة تنفذ أجندة إيران وتقوم بما تأمر وتملي عليه القيادة الإيرانية. ولذلك حتى وصول المدعو إيرلو إلى صنعاء حينها وصل بطريقة مختلفة تماما، لم يصل كسفير كما يروجون أو كما يقولون، هو وصل على أنه الحاكم الفعلي للمناطق التي تسيطر عليه الميليشيات أو عليها الميليشيات. والدليل واضح، يعني الدليل طريقة الاستقبال التي والاحتفاء بهذه الشخصية المجرمة التي وصلت إلى صنعاء، التي استقبلها بعض من كانوا يحسبون أنهم في إطار سلك المؤسسات، مؤسسة الدولة حينها، وأصبحوا بيادق بيد ميليشيات الحوثي، وأصبحوا ينصاعون لأوامر إيران، وأصبحوا مطبلين للحركة الحوثية وللإيرانيين في المنطقة للأسف. يعني هذا الوصول وهذا الدخول وهذه الموسيقى التي لا تعزف إلا لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات، تعزف للإيراني الذي قالوا أنه حرس شرف وهتافات حرس الشرف وتحية حرس شرف، كلها تدل على أن المدعو حسن إرلو جاء بأوامر ليكون الحاكم الفارسي للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات حينها. يعني شيء عجيب أن يصطف حرس شرف لاستقبال كما يقال سفير حينها، لكن هم يعلمون تماما حقيقة حضور ميليشيات الحوثي وحقيقة مجيء هذا الشخصية إلى صنعاء ليكون حاكما فعليا إيرانيا
وفارسيا على جزء عزيز من وطننا العربي على يمننا، على بعض مناطق سقطت بيد ميليشيات الحوثي، وميليشيات الحوثي سلمتها لإيران وسلمتها للمدعو حسن إيرلو ليتحكم بقرارها ويتحكم بقرار الحرب ويتحكم بقرار المؤسسات. ورأيناه بعد هذه بعد هذا الحضور السيء وهذا الاستقبال السخيف الذي يمكن نطلق عليه باستقبال السخيف والعزف حرس شرف وجوقة، يعني هذه كانت للدولة، كانت لسيادة الدولة، كانت تتحدث عن دولة نظام وقانون وعلاقات دولية سليمة بيننا وبين العالم. لكن أن يأتي شخص بطريقة ما لا يعلم أحد كيف أتى، هناك من يقول طائرة عمانية، وهناك من يقول طائرة أممية، وهناك من يقول أنه دخل عبر البحر، وهناك من يقول أنه دخل تهريب، والتهريب عندنا يعني موجود، يعني سهل أنه يصل إلى الشافيز السفينة الموجودة في عرض البحر الإيرانية التي نستغرب كيف يعني يستمر بقائها إلى الآن وتكون غرفة عمليات إيرانية متقدمة في البحر الأحمر موجودة منذ سنوات ولم يتم حتى قصفها، لأنه هذه دولة تعادينا يعني تعمل ليل نهار ضد الإرادة اليمنية وضد الحكومة اليمنية وضد دول الخليج. كيف يسمح لهذا التهديد أن يكون حاضرا؟ شافيز ربما وصل إلى هذه السفينة ومن ثم بقوارب تم تهريبه إلى الشواطئ اليمنية، وصل إلى صنعاء واستقبل هذا الاستقبال كحاكم عسكري. المضحك يعني أن الحوثة يتحدثون بطريقة مستفزة وبطريقة يعني كأنهم مهزلة كما يطلق عليه بالبلدي، يعني ولو أنه الذي تحدث الآن محمد علي الحوثي تحدث عندما سئل كيف دخل إيرلو إلى صنعاء. تعالوا نسمع. في العاصمة صنعاء. هذا طيب هو هنا سيد الحوثي كيف دخل؟ نعم، يعني عندما تقول كيف دخل دول التحالف، نسأل يعني نسأل التحالف بمعنى أنهم هم من سمحوا للسفير بالدخول إلى صنعاء أم أنهم مسؤولين لأنهم يعني يعني مسؤولين لأنهم حاصرين اليمن ولا يحكمون الحصار؟ يعني ما عرفت أنا ماذا تقصد. يعني مثلا الطائرات التي أتت من عمان، كان هناك حديث أمريكي بأنهم وضعوا أشخاص للتفتيش والمعرفة لكل شيء، فلذلك الشكوك في مسألة سلطنة عمان هذا المفترض أن يذهب بالتصريح الأمريكي. مسألة الطائرات التي أتت إلينا، هم المسؤولون عما أتى من قبلهم، فلذلك يسألوهم. يعني الطائرات التي أتت من عمان فتشت أمريكيا وتم التأكد من هويات ركابها بحسب تصريحاتهم. نعم، بحسب تصريحاتهم. يعني السفير دخل ليس من عمان، ولهذا اذهب إلى سؤال التحالف، عليكم أن تسألوا. شر البلية ما يضحك كما يقال. دخل المدعو حسن إيرلو بطريقة ما وهم يعلمون كيف دخل هذا 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 المدعو، وهناك كثير من التفاصيل يعني سنتحدث فيها في هذا البرنامج أيضا. لكن يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي السفير عز الدين أصبحي، سفير بلادنا لدى المغرب. معالي السفير، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعني معالي السفير؟ أستاذ عز الدين. أهلاً أهلاً وعليكم السلام أخي العزيز، كيف الحال؟ شكراً جزيلاً، نعم أسمعك. يعطيك الصحة والعافية. يعني أنا أقول أنه رحلة سيئة ووضع وفترة سيئة عاشتها اليمن في ظل هذا الحضور السيء لحسن إيرلو، منذ الوصول الغريب إلى الاستقبال الأغرب إلى عزف جوقة حرس شرف والنشيد الوطني كأنه حاكم أو كأنه رئيس، ومن ثم مشاركته في افتتاح وحضور فعاليات وافتتاح بعض المشاريع، يعني بعض الأنشطة عفوا، ما في مشاريع هناك في صنعاء، يفتح يوم دائما مشاريع موت وقتل وخراب، وإشرافه المباشر على الحرب، وأيضا على محاصرة استمرار حصار تعز واستمرار الحرب على مأرب، وكثير من التهديدات التي أطلقت حينها. كيف تقيم تلك الفترة وهذه الشخصية، وما أثر
نفوق المدعو حسن إيرلو وهلاكه؟ يعني شكرا جزيلا أولا أخي العزيز، وأعتقد بأن واحدة من الصفحات السيئة التي ربما الحديث عنها طويلا لا يضيف جديد، يعني هو بالأخير الترابط العضوي بين الميليشيا الحوثة كأحد الأذرع التابعة لإيران وتنسيق في مسألة إيجاد نوع من القلق وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي هو الهدف الاستراتيجي الأكبر، والأكبر من ذلك هو حالة التشظي التي تعيشها اليمن، حالة اختطاف الدولة، الانتهاك الجسيم الذي يمارس على اليمنيين من قبل هذه الميليشيا. هذه المحصلة الكاملة لهذا السيناريو الكامل في مسألة العلاقة التابعة ما بين الحوثي كميليشيا أو أحد الأذرع التابعة للحرس الثوري. حسن إيرلو أحد الضباط أو أحد الأشخاص الذي أتى وذهب، وكما جاء ذهب كما يقال. ربما ليست هناك ستكون إضافات كثيرة في مسألة إضافاته كشخص، وإن كانت هناك كانت يراد من توظيف حضوره بعض الدلالات الرمزية التي يعني تم توظيفها إعلاميا هنا أو هناك، ولكنها أيضا أثبتت لدى الجميع ولدى المراقبين نوع من المؤشرات على نوع من التصدع التي تعيشها هذه العلاقة، نوع من التصدع أيضا في مسألة الأداء الكامل لما كان يراد لهذه الميليشيا أن تكون عاملة لتغيير أكبر في مسألة زعزعة هذا الأمن الإقليمي. تغيرت هذه الصورة الآن، هناك انكماش حقيقي، تراجع كبير على الصعيد السياسي، أكيد انهيارات عسكرية حادثة، ولكن الأخطر من ذلك أنه لم يعد هناك بريقا حقيقيا لأن مشروع الحوثي ممكن أن يكون مقبولا على الساحة المحلية أو الإقليمية والدولية. هناك من... وآخرها ما حدث مع أورلو عند مغادرته بالطريقة المريبة أو انتهائه بالأصح بهذه الطريقة أكد هذا الأمر. نعم، هناك من تحدث داخليا أن الأقطاب المنضوية في إطار الانقلاب، يعني الهاشمية، هاشمية صعدة وهاشمية صنعاء، أنهم أن إيرلو أتى حتى يقلص من نفوذ هاشمية صنعاء حسب ما يقال، وأنه بعد أن كانوا سيطروا خلال الفترة الماضية وجاء إيرلو ليعيد البوصلة من جديد إلى 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 الحوثي وزبانيته، كون الحوثي هو الأداة الحقيقية لإيران وليكون هو المتحكم بالمشهد بشكل كامل لا غيرهم. يعني هناك يعني من يتحدث بهذه الجزئية ولأنها غير ذي جدوى. يعني لا، هو قراءة المشهد العميق للوضع اليمني في الداخل يجب أن نقرأه نحن كيمنيين أكثر من غيرنا. يعني أنا أندهش أحيانا عندما نسمع بعض المحللين الخارجيين أو بعض الأفكار التي تأتي من الخارج ونرددها، بينما الأدرى يعني أهل مكة أدرى بشعوبها، يعني الداخل اليمني يعرفه اليمنيون أكثر من غيرهم. يعني يجب أن ندرك تماما أولا أن هناك نوع من الصراع الحقيقي في مسألة الرؤية الإمامية لمسألة الحكم ما بين الاثنى عشرية والزيدية الجارودية، وما بين الإمام الذي يرى نفسه حاكما مطلقا، وما بين القبول بنظرية ولاية الفقيه التابعة لإيران. هذه مسألة عميقة وليست مزحة في هذا الموضوع. هناك محاولات جادة من السيناريو الإيراني في جعل الاثنى عشرية الجعفرية مثلا أو التابعية لمسألة سياسية للمذهبية السياسية التابعة لإيران، وجعل الأمر أكبر من مجرد ميليشيا مسلحة تضع نوع من العراقيل أو زعزعة الأمن الإقليمي والدولي واختطاف الدولة. يريدون جعل وجود حضور مجتمعي جديد يتبع المشروع الإيراني بشكل عميق المنطلق من نظرية ولاية الفقيه. هذا موجود، ولكنه يصطدم، ليس فقط يصطدم بالمجتمع اليمني المعارض للفكرة، ولكن أيضا يصطدم أيضا برؤية وولاية الإمام الذي يرى نفسه من حيث الرؤية المذهبية. أنا أتحدث هنا بشكل يعني الصراع قائم، وأورلو عندما وصل كان الصراع محتدما حينها، طبيعي، وأعاد الكفة للحوثي والذين رباهم على يديه. هناك مستويين للصراع. أولا الصراع على المستوى الفكري العميق
أن ولاية الإمامية الزيدية لا يمكن أن تقبل بأن تكون تابعة لنائب الفقيه. الإمام الذي يرشح من قبل هذه الطائفة وهذه النظرة العنصرية استعلائية على اليمنيين في أعماقهم لا يريد أن يكون تابعا أو نائبا لأحد أما كان، هو يرى نفسه ظل الله في الأرض، يرى نفسه ممثل الآلهة على الأرض، فبالتالي لا يمكن أن يقبل أن يكون نائبا. هذا صراع حبيق في الرؤية الفكرية أولا. النقطة الثانية هي الصراع الحديث اللي تقول عليه، هو الصراع مصالح استخباراتية عسكرية على الأرض. إيران تريد أن تقتطف الثمرة بأسرع ما يمكن، واستطاعت أن تسيطر على الجهاز الأمني، ولكن يبدو أنها لم تستطع أن تسيطر على الجهاز الفكري الناظم للجماعة، لذلك الصراع قائم بهذا الموضوع بشكل واضح. ولذلك رأينا يعني بعض التصفيات لبعض القيادات في صنعاء. نعم. الحضور الأساسي الصراع القائم، انه كثير من الرموز الذين شكلوا حسن زيد اخرهم من الذين قتلوا، يعني يحيى الشامي، زكريا، غيره، ابتداء من يعني اذا اردنا من ابتداء من شرف الدين وانتهاء بحسن زيد وغير والخيواني وعشرات الاسماء غير المعلنه من الضباط المهمين الذين لم يكونوا في صدارة المشهد السياسي الذي يعرفه الناس، ولكن كانوا مؤثرين في صعيده العسكري والأمني. هؤلاء أيضا ضاعوا في الطريق وقتلوا وصفي الطريق أمام أولا نوعين تصفيات أجنحة، وهذا يتم دائما في حالة الصراعات عندما تختطف الدولة ومؤسساتها من قبل عصابات، يتم الحكم بطريقة العصابات. أقرب خلاف وأقرب منعطف لمسألة صراع بسيط يؤدي إلى التصفيات. هذه يعني هذه واحدة من الحقائق التاريخية المعروفة. ما الذي الجانب الثاني هو مسألة تصفية الجو لمن يريد أن يستأثر بكل اليمن، وهذا صعب. ما الذي يتوجب عمله من قبل القيادة الشرعية والتحالف بعد يعني طي صفحة إيرلو؟ يعني أعتقد المعركة الحقيقية لمسألة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تعيدنا إلى المربع الأول، اللي هو ضرورة إعلاء من صوت المشروع الوطني الجامع لليمنيين أولا، هذه المشروع الموحد لوجهة النظر الأساسية هذه، وهذه ليست مهمة القيادة السياسية الشرعية لوحدها، ولكن أيضا مهمة القيادات السياسية حتى على صعيد الأحزاب السياسية والشخصية الفاعلة في المجتمع اليمني، هذا مهم جدا. النقطة الثانية تعزيز دور المؤسسات، ليس فقط حربنا ضد الميليشيات الحوثي حربا عسكرية، ولكنها حرب شاملة بصعيدها الاقتصادي والثقافي والتربوي، وعلينا إعادة البناء الإداري والمؤسسي بأسرع ما يمكن إلى المناطق المحررة، وتقديم النموذج الإيجابي المستقر الذي سيقتل فيه هذا المشروع. إيران دائما تنتصر عندما يكون هناك فوضى، الحوثي يزدهر عندما يكون هناك حرب وقتال، لذلك يريد البلد مغلق، يريد البلد يحكم بطريقة العصابات، لا يريد فتح المجالات، لا يريد استقرار، يعمل على تضخيم قوى تعمل على إرهاب الناس، على اختطافهم، على ابتزازهم، لكن ليست بناء دولة، وبالتالي يعني يقتله السلام، يقتله حقيقة استعادة الدولة. وعندما تنتهي الفوضى ينتهي تدخل الخارج الإيراني وتنتهي الميليشيات، وعلينا أن ندرك كقوى سياسية وكمؤسسات شرعية في البلد بأن الانتصار في هذه المعركة ليست فقط في صعيدها الفيوجها العسكري، ولكن أيضا في صعيدتها الأخرى، ومن ضمنها هذا الصعيد الهام الذي ذكرت. أستاذ عز الدين الأصبحي سفير بلادنا لدى المغرب، شكرا جزيلا لك. ما أن وصل إيرلو لليمن حتى بدأ يمارس مهام الحاكم الفارسي فعلا الفعلي، فأقام الفعاليات والمهرجانات وافتتح بعض الأنشطة وحضر الكثير من الفعاليات، بل يعني الأنشطة زادت خلال فترة وجوده، تغيير هوية اليمنيين وإصباغها بالصبغة الإيرانية كان حاضرا، كثير من الأمور يعني نفذت خلال فترة وجوده وبمباركة هذه الميليشيات الإيرانية، والأدوات القذرة لإيران المتمثلة بميليشيات الحوثي وقياداتها المختلفة. هكذا تحولت صنعاء إلى نسخة مشوهة أقرب لطهران من عاصمة اليمنيين. حسن إيرلو الحاكم الفعلي لصنعاء يقول إن اليمن تعد القلب النابض للمقاومة، في تأكيد على أن كل شيء أصبح تحت سيطرة طهران، وأنها تمكنت من زرع أخطر الميليشيات في عمق الجزيرة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة كما وصف ذلك متابعون.
تحركات ضابط الحرس الثوري حسن إيرلو في صنعاء يكشف عن تمكن طهران من السيطرة الكاملة على قلب اليمن، وأن الرجل تمكن من أداء دوره المسند إليه، وأنه منذ مقدمه في أكتوبر الماضي إلى صنعاء وتقديم أوراق اعتماده إلى هشام شرف وزير خارجية الحوثيين كسفير للنظام الإيراني في اليمن، يمضي في تحقيق أهداف طهران بوتيرة عالية. إيران دولة قوية، إيران دولة قادرة، إيران لديها كل الإمكانات أن تعمل مع أي دولة في العالم ومنها اليمن لتحقيق أهداف مشتركة في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية وغيرها من الأهداف. باتت الأهداف الأخرى واضحة الآن، وقد تأكد للجميع أن النظام الإيراني تمكن من فرض حاكم عسكري لصنعاء بصلاحيات مطلقة. هذا ما تقوله شواهد اللحظة الجارحة والمشاهد التي طغت على صنعاء من خلال الاحتفاء الذي نظمته ميليشيا الحوثي بذكرى مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني قائد فيلق القدس قاسم سليماني. حسن إيرلو الذي بات يعرف بأنه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء، في تأكيد واضح أن الحضور الإيراني بات واقعاً لا يمكن تجاوزه أو رفضه. المشهد الذي يطغى على صنعاء يعكس تقليداً إيرانياً يرسخه الحرس الثوري في تعاطيه مع الدول التي تخضع ميليشياته من تزييف هويتها وكسر مقوماتها الثقافية والوجدانية لصالح النفوذ الإيراني، كما يحدث ذلك في العراق ولبنان وسوريا. تساؤلات غاضبة عمن أعطى ميليشيا الحوثي حق تقرير مصير اليمنيين ليصبحوا جزءاً من ميليشيا قاسم سليماني، خصوصاً مع اتهامات الحوثي التي يرددها في وسائل الإعلام لمخالفيه بالعمالة والارتزاق، فيما تمارس الميليشيا الارتزاق لطهران علناً وتأكيداً إضافياً على التبعية والانقياد لنظام طهران. هناك إجرام في اليمن، هناك عملية إجرامية تقام في اليمن تمارسها الميليشيات الحوثية. جاء شخص مثل إيرلو شارك هذه الميليشيات، نقول شارك لا نقول هو المخطط مثلا، نقول شارك. الآن اتضحت معالم المجرمين واتضحوا المجرمين بشكل واضح، وهناك دلائل تشير أن إيرلو شارك في كثير من عمليات الإجرام في اليمن والتخطيط وضرب الطيران وقصب الصواريخ واستهداف مطار عدن واستهداف الحكومة حينها وقتل المواطنين في مأرب. هذه دلائل وشواهد ألا يمكن أن يعني نستخدمها ضد إيران، ضد هذا النظام الإيراني المجرم الذي شارك في قتل اليمنيين وترفع القضايا في المحاكم الدولية ضد إيران؟ وإيرلو أحد الأدوات وأحد الدلائل للحضور الإيراني الدموي والمجرم في بلادنا. يعني هذه يجب أن نفهمها جميعا، أن هناك جرائم تحدث وأن هناك مجرمون يقومون بهذا الإجرام، وهذه الدلائل واضحة أن هؤلاء هم الذين قاموا بهذه الأفعال الإجرامية المشينة بحق المواطنين وبحق الشعب اليمني وبحق الدولة اليمنية. أليس من حقنا أن نرفع قضايا في المحاكم الدولية وفي المحاكم والهيئات الأممية ضد هذه الميليشيات؟ يعني كيف نتعامل مع شخصية مثل هذه الشخصية الغريبة؟ يعني جاء ودخل البلد سرا، وهناك الكثير من الأعمال الإجرامية حدثت، وهناك الكثير من القتل، وهناك استهداف للحكومة، وهناك صواريخ، وهناك مسيرات، وهو خبير في هذا الجانب. ألا تكفي هذه الدلائل لتؤكد أن إيران ومجرميها وميليشياتها هم سبب كل هذا القتل وكل هذا الخراب وكل هذا الدمار؟ هل كان حسن إيرلو رسول سلم وسلام مثلا؟ هل نتحدث بالسلام في يوم من الأيام؟ في الفقرات القادمة سنؤكد ذلك، لكن دعونا نتابع هذا التقرير أيضا الذي يرصد دور المدعو حسن إيرلو، الهالك حسن إيرلو في التخريب والخراب والقتل والدمار في بلادنا. نشاط وتحركات حسن إيرلو الضابط بالحرس الثوري المسمى سفيرا لإيران لدى ميليشيات الحوثي تثير كثيرا من الأسئلة والشبهات لدى اليمنيين حول طبيعتها والمهمة التي أوكلت إليه في صنعاء. مصادر أمنية في صنعاء كشفت عن قيام إيرلو بأنشطة علنية في صنعاء بنحو 25 نشاطا توزعت بين عقده 10 لقاءات مع قيادات حوثية وحضوره 15 فعالية طائفية أشرف على أغلبها بنفسه، أبرزها فعالية تأبين قاسم سليماني وذكرى المولد النبوي. الاحتفالية اليوم
يدل إلى عمق العلاقة بين الحكومتين وبين الشعبين الإيراني واليمن. إيرلو الذي أدخلته طهران عبر التهريب خلسة إلى صنعاء في انتهاك صريح للسيادة اليمنية ومخالفة للقواعد الدولية في أكتوبر الماضي، هو خبير متخصص في تصنيع وإطلاق الصواريخ البالستية والمضادة للطائرات وتفخيخ المسيرات. وتشير معلومات استخباراتية إلى ارتباط وجوده الوثيق بسلسلة الهجمات التي شنتها الميليشيات بالصواريخ والمسيرات في الأشهر الأخيرة على أهداف مدنية داخل الأراضي السعودية وداخل اليمن، وكان آخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة اليمنية في مطار عدن نهاية ديسمبر الماضي. صاحب وجود إيرلو في صنعاء وقوع أحداث مهمة، منها اغتيال القيادي الحوثي حسن زيد وكثير من الأعمال والممارسات القمعية المتطرفة التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي، منها منع النساء من العمل والاختلاط في الجامعات وتجريف الهوية اليمنية، وينسب إليه تقوية جناح صعد العقائدي داخل جماعة الحوثي وتقليص دور ما يعرف بجناح صنعاء. إذن نناقش هذه الجزئية، هل هذه الشخصية كانت رسول سلم وسلام كما قلنا في بداية هذا البرنامج، أم كان يعني رجل للقتل والدمار والخرب والحرب والخطط الإجرامية التي لحقت باليمنيين، ويعني كثير من الدماء سالت، كثير من الأطفال قتلوا بسبب الصواريخ التي وصلت إلى تعز ووصلت إلى البيضاء ووصلت إلى مأرب ووصلت إلى عدن، وكثير من الأسر عانت بعد بسبب هذه الشخصية العجيبة وهذه الشخصية التي هي التي ربت وهي التي دربت وهي التي كونت ميليشيات الحوثي وساعدت فيها، ومن ثم اليوم وصل إلى صنعاء ليستكمل مسيرة الإجرام. كانت المملكة العربية السعودية تقدمت بمبادرة سلام حينها، وهذه المبادرة قبلت من كل الأطراف بما فيها الحكومة الشرعية والعالم أجمع إلا حسن إيرلو الذي وقف ضد هذه المبادرة وأوعز للحوثيين أيضا، يعني أمرهم وأوعز أمر الحوثيين بأن لا يقبلوا هذه المبادرة. وتعالوا نتابع بعض المبادرات التي رفضت من قبل المدعو إيرلو ووقف حجر عثرة أمام السلام وأمام إيقاف الحرب في بلادنا. في الوقت الذي دعت فيه السعودية الأطراف اليمنية لنبذ العنف والجنوح إلى السلم بعد سنوات من الحرب، ولاقت المبادرة السعودية ترحيباً إقليمياً وعربياً ودولياً، تعالت أصوات إيرانية رافضة أن تضع الحرب أوزارها وأن يعود اليمنيون إلى طاولة المفاوضات. أبرز تلك الأصوات السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو الذي بات حاكماً عسكرياً إيرانياً يرتدي عباءة سفير طهران في صنعاء، ينفذ أجندة الحرس الثوري الذي نشأ وترعرع في صفوفه. ويقول حسن إيرلو الحاكم الإيراني الفعلي في صنعاء: مبادرة السعودية في اليمن مشروع حرب دائم واستمرار للاحتلال وجرائم الحرب، وليست إنهاء للحرب. وكثير نحن مشكلة أن برنامجنا يعني لا يتسع لكثير من الشواهد، ولكن هذه فقط ما نختارها ونعزز بها الحوار لنعرف مشاهدينا الكرام طبيعة هذه الشخصية التي كانت مشاركة في الحرب والدمار والقتل والخراب وعدم الاستقرار، وكانت ضد السلم وضد السلام في بلادنا، وكان وما زالت إلى الآن إيران وأزلامها وميليشياتها لا تؤمن بالسلام، ولكن دائما هي تؤمن بالحرب وتؤمن بالقتل وتؤمن بالخراب. يسرنا أن يكون معنا، إذا نجهز الدكتور ومن ثم نستكمل الفقرات. المجتمع الدولي كله كان ضد حضور هذا المدعو إيرلو إلى اليمن، وكان هناك مواقف من كثير من الدول التي يعني رفضت مثل هذا السلوك، أن تقوم دولة عضوة في الأمم المتحدة بإرسال ما يطلق عليه سفير إلى منطقة فيها نزاع وفيها حكومة شرعية وفيها رئيس، وتدعي أنها مع حكومة انقلابية يعني غير مشروعة غير ذي مشروعية وغير شرعية ولا يعترف بأحد، وتقوم بتخطي كل هذه البروتوكولات وكل هذه العلاقات الدولية
وكل هذا المسار الدولي وترسل شخص في يعني عسكري خبير عسكري ليكون كما تطلق هي سفيرا لها في مكان لم يعترف بأحد والعالم كله يعلم أنه وقع تحت احتلال ميليشيات أتت من الكوف وسيطرت على العاصمة صنعاء و يعني أجبرت الحكومة وأجبرت الرئاسة وأجبرت الدولة أن ترحل من العاصمة إلى منطقة أخرى وبدأت الحرب حينها. تعالوا نستمع. وهو سفير غير شرعي إلى حكومة غير بدون شرعية. وأنا أعتقد هذا جزء من المشكلة. الإيرانيين يلعبون دور سلبي. هكذا كانت يعني رحلة هذا المدعو الذي شارك في قتل اليمنيين، دخل خلسة إلى اليمن وشارك في إدارة معارك الحوثي وإدارة معارك إيران ضد الشعب اليمني، ووقف حجر عثرة أمام فرص السلام التي أتيحت خلال الفترة الماضية. كانت أوامره دائما بالقتل والخراب، حتى يقال أنه هو الذي المشرف عن كافة المعارك التي تدار أو تم إدارتها خلال الفترة الماضية في مأرب. قتل أكثر من 30,000 مواطن يمني غرر بها من قبل الحوثي وهم يحاربون تحت مظلة هذا المعتوه الهالك حسن إرلو وبأوامره، الذي توهم أنه سيأكل من تمر مأرب كما يعني تداولت الكثير من وسائل الإعلام وسائل الاتصالات وسائل التواصل الاجتماعي حينها، وهو الذي كان يصر أنه يجب أن يدخلوا مأرب بالقوة، ولكن الحمد لله مأرب صمدت ومأرب ستصمد بإذن الله، ورحل غير مأسوف عليه. وأرواح اليمنيين الذين أزهقت تلعنه وتلعن من أرسله إلى اليمن، وعاد إلى طهران بطائرة عراقية بعد أن سمحت المملكة العربية السعودية لدواعي إنسانية، سمح التحالف أيضا لدواعي إنسانية بنقله من صنعاء بعد أن جاء سرا، ها هو يخرج علنا ويصل إلى طهران. طبعا يعني أخبار كثيرة تم تداولها في وسائل الإعلام وفي صفحات وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كيف كانت نهاية المدعو حسن إيرلو. هناك من قال أن حسن إيرلو كان يعني موجود في منطقة تصنع في مبنى مستشفى يطلق عليه مستشفى، ولكن هذا المبنى يتم تصنيع فيه الطائرات المسيرة، وتم استهداف حسن إيرلو في هذا المبنى الذي كان يجهز ليكون مستشفى في قادم الأيام قالوا، ولكنه استخدم لصناعة وتركيب الطائرات المسيرة الإيرانية التي وصلت إلى هذا المكان وإلى أقبية هذا المكان، وتم تركيب ويتم التركيب هنا، لكن تم استهداف هذا المكان، ويقال أنه كان حسن إيرلو في هذا المكان وقتل. وهناك أيضا RT قالت عربية قالت يقال أنه موقع كيهان الإيراني قال أنه حسن إيرلو توفي جراء إصابته بغارة للتحالف في اليمن. أخبار كثيرة تم تناولها وتداولها حول خبر نهاية هذا الطاغية الذي شارك في قتل اليمنيين. التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية قال لدواعي إنسانية ولطلبات قدمت
من دول شقيقة منها العراق وعمان بنقل المدعو حسن إيرلو من اليمن إلى البصرة، وتم السماح لذلك بعد أن تم تدارس الوضع خلال 48 ساعة بالتحديد، وتم نقل المدعو حسن إيرلو. ولو أنه يعني كثير من الناس لا يوافقون على مثل هكذا مواقف، لكن هكذا كان رد التحالف، أنه لدواعي إنسانية، رغم أننا نعلم أن الحوثي وإيران ليس لها علاقة بالإنسانية وما تقوم به إيران. الغريب والعجيب أنه اليوم الخارجية الإيرانية يعني أرسلت أو أصدرت بيان تستنكر فيها التأخير، يعني كانوا كأنهم يريدون لليمنيين بعد كل هذا القتل أن ودول التحالف أن يعملوا مراسلين مع إيران وأدواتها، يعني تأخرتم ليش؟ يعني بطريقة همجية زي ما يقول الذي استحوا ماتوا، يصدروا بيان يقول لماذا تأخرتم على نقل، وأنه هذا التأخير أدى إلى يعني شيء عجيب. نحن هذا عدونا ويجب علينا أن نقتله، لا أن يتم إسعافه ويتم نقله بطائرة من مكان إلى مكان. هذا عدو تسبب بقتل اليمنيين، وتسبب باستهداف السعودية، وتسبب باستهداف الكثير من المناطق اليمنية، قتل الكثير من الأطفال، أكثر من 60 إلى 70 ألف ضحية حتى الآن في المواجهات التي دارت بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي خلال 5 أشهر فقط. 27 ألف قتلوا من الحوثيين وهم يحاولون الدخول إلى مأرب، والسبب هذا المدعو حسن إيرلو. المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي قال إن إجلاء الضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو من اليمن تم لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق. وأوضح المالكي أن قيادات القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تنقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول عملية إخلاء الضابط الإيراني في اليمن، وأضاف أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إجلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين، وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال في اليمن. شيء عجيب، يعني نحن يعني حد مجرم وعملت خير معه، ومع ذلك لسه عاد له موقف وما له رأي آخر ويستهجن ويستنكر، يعني شر البلية ما يضحك، واللي اختشوا ماتوا كما يقال. معنا الدكتور محمد الحبابي الخبير السعودي في الشؤون الإيرانية. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أسعد الله مساك ومساء مشاهدي ومستمعي قناة عدن. نبدأ من الأخير، يعني بعد أن قامت المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف بنقل المدعو حسن إيرلو من صنعاء إلى البصرة وإلى طهران بدواعي إنسانية، اليوم الإيرانيون يصدرون بيان يستنكرون يعني التأخر، يعني ماذا نقول؟ نقول أن مطار صنعاء الذي هو مطار مدني أوقف من الطيران والرحلات الدولية والمحلية، ولكن فتح لأغراض إنسانية. نحن لا نتحدث عن المطار الآن، نتحدث عن البيان الإيراني الذي يستنكر أن نحن تأخرنا عن نقل المدعو حسن إيرلو. نعم. هذا المطار استخدم من قبل مجموعات كان يقودها الهالك حسن إدريس إيرلو. في إحدى المقرات كان هذا الرجل يقوم باجتماع مع مجموعة من الضباط من ميليشيا الحوثي وضباط حزب الله وضباط إيرانيين، وقامت إحدى طائرات التحالف العربي من نوع F-15SA بإطلاق صواريخ بعد رصد هذا المكان، وكان أن هذا الموقع قتل فيه العدد الكبير، فأصيب حسن إدريس إيرلو بإصابات بليغة إلى حد بعيد، وهذا ما ذكرته مجلة كيهان الإيرانية وقالت أنه قضى من جراء هذا الحادث. بعد إصابته وكانت الإصابة بليغة، الإيرانيون أرادوا أن تحضر طائرة إيرانية وتأخذ هذا المجرم من اليمن،
فرفض التحالف بالتأكيد لأنه لديه السيطرة الجوية. فكان هناك وساطة عمانية ووساطة عراقية، فحضرت طائرة من نوع C-130 عراقية مهيئة بشكل طبي، فأخذت على سيارتي إسعاف الهالك حسن إدريس إيرلو وكان شبه ميت، وأخذت بالمقابل في السيارة الأخرى ثلاثة من القيادات الحوثية واثنين من القيادات الإيرانية مصابين إصابات بليغة. الطائرة انتقلت من صنعاء إلى البصرة في العراق، وهناك في البصرة أتت طائرة إيرانية وأخذت المصابين الإيرانيين ومنهم الهالك حسن إدريس إيرلو، وثلاثة من المصابين الحوثيين يعالجون الآن في مستشفى بغداد، منهم وزير الدفاع للحوثي محمد ناصر العاطفي. ونحن عندما ننقل بيانات ومعلومات فنقول كلام مؤكد. بالنسبة لما يقوله وزير الخارجية حسن حسين أمير عبد اللهيان، هو من جزء من عصابة دربهم الهالك قاسم سليماني الذي قتل مع أبو مهدي المهندس، وحسن إدريس إيدلو من نفس العصابة الذي دربت في الحرس الثوري وفي فيلق القدس، وكان هناك معسكر في شمال طهران اسمه ياهو نار. كان هذا الهالك ضابط تدريب للخلايا الناشئة وللإرهابيين في مختلف الدول العربية في لبنان وسوريا والعراق واليمن، كان يدربهم حسن إدريس إيدلو. ومن ثم من 2015 بعد بدأ عاصفة الحزم والعزم لعودة الشرعية في اليمن، انتقل من هذا المعسكر إلى موقع في وزارة الخارجية كمستشار لوزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف من 2015، وعمل ضابط ارتباط ومسؤول عن الملف اليمني. انتقل قبل 12 شهر عن طريق طائرة من طائرات هيئة الأمم المتحدة من عمان مع المندوب السابق مارتن جريفيث، وكان بتخفي بصفقة أمريكية من أجل خروج أسرى أسيرين أمريكيين لدى الحوثيين مقابل دخول هذا المجرم، وقال أنه سيأكل من تمر مأرب وسيصوم فيها رمضان القادم ولكنه هلك، ولكن نقول أنه هلك بعد أن أزهق أرواح 37 ألف من المغرر بهم من الشباب الصغار وأخوان اليمنيين الذين ألقت بهم ميليشيا الحوثي في نار الحرب التي لا معنى لها إلا قتل لليمنيين واستباحة للدماء وإهلاك. يودون أن يحصلوا على آبار النفط والغاز في مأرب، وهيهات أن يكون لهم ذلك وأمامهم قبائل مراد والحدى والجدعان وهذه القبائل الشجاعة وجيش الشرعية والألوية من الضباط والأفراد الشرفاء. دكتور محمد، يعني موقف التحالف الإنساني في هذه الجزئية كيف تنظر إليها؟ هذا الموقف ليس الأول. السفينة التي قامت بمساعدة ميليشيا الحوثي وعصابات إيران، السفينة سافيز عندما ضربها الطيران الإسرائيلي، أصيب أحد الضباط الإيرانيين فتمت معالجته في الأراضي السعودية ونقل إلى إيران. نعم، ليس بغريب، يعني ليس بغريب مثل هذه المواقف الإنسانية، لكن الطرف الآخر يواجه بطريقة لا إنسانية مثل هذا. بالتأكيد يا سيدي، ولكن أخلاقنا ليست كأخلاقهم. أنت تعرف في التاريخ الإسلامي عندما يقابل المسلمون من أعدائهم، شكرا جزيلا، المسلم لا يتخلى عن أخلاقه وإن كان من أمامه لا يستحق إلا القتل والحرب والتدمير. الدكتور محمد الحبابي الخبير السعودي في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، نستكمل معكم بقية فقرات هذا البرنامج ولكن بعد هذا الفاصل.
مطار صنعاء الدولي مغلق بأوامر حوثية بحتة، ممنوع عن المواطنين اليمنيين منذ 7 أعوام ومسموح فقط للقيادات الحوثية تغادر منه وتعود إليه، وللخبراء الإيرانيين وأفراد حزب الله وتصل لهم عبره الأسلحة والأموال، بل وحولته الميليشيات الحوثية من مطار مدني إلى ثكنة عسكرية خاصة بميليشياتها للتدريب وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. هذا ما أكدته كل الشهادات الحية والوقائع والصور والفيديوهات. وتظل أنت أيها المواطن اليمني سجينا لدى هذه الميليشيات وتعطشها لإذلالك وحرمانك من كل شيء، وتسببت هذه الميليشيات بدمار طال كل المؤسسات وأهمها هذه المنشأة المدنية مطار صنعاء الدولي. مطار صنعاء وجهة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي إلى العالم، إلا الجماعة الحوثية، إيران ومن والاها وجهتها الأهم. ومن أجل طهران ترفض الجماعة الانقلابية فتح مطار صنعاء المغلق منذ قرابة 5 سنوات. المطار مجرد ممر لتهريب الأسلحة وقطع الصواريخ والمسيرات والخبراء الإيرانيين، ولطالما استخدمته الجماعة الحوثية الإرهابية قبل انقلابها على الدولة في العام 2014 لتسيير رحلات منظمة للموالين لها إلى قم لتلقي دورات طائفية هناك. التماهي الإيراني الحوثي بدا واضحا عقب سيطرة الإنقلابيين الحوثيين على العاصمة صنعاء، حيث استخدمت طهران طيرانها المدني لتزويد الحوثيين بالأسلحة وفق لاتفاقية أبرمتها الجماعة الحوثية مع طيران ماهائير ليقوم الحرس الثوري الإيراني بعمل جسر جوي بين طهران وصنعاء. وواصلت إيران تزويد الحوثيين بالسلاح تحت ذريعة المساعدات الإنسانية قبل أن تضرب عمليات عاصفة الحزم الجوية مدرج صنعاء لمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط فيه. وفي كل جولات التفاوض تصر الميليشيا الحوثية رفض المقترحات الحكومية لإعادة فتح المطار أمام الرحلات المدنية الداخلية والخارجية وفق شروط تضمن عدم استخدامه لأغراض عسكرية ولوجستية، وهي شروط تضمن السفر الآمن لكل المواطنين بعيدا عن استخدام المطار منفذا لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء، كما تريد الميليشيا الحوثية بفتح خطوط مباشرة بين صنعاء وطهران والعواصم التي تسيطر عليها الميليشيات الطائفية. معاناة المواطنين ومأساتهم الإنسانية لا تعني للميليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن شيئا، بل على العكس تستغل تلك المعاناة بإغلاق المطار أمام الرحلات المدنية للمساومة من أجل فتح ممر جوي للسلاح. تحدثنا كثيرا حول المطار، تحدثنا كثيرا في أيام الكويت، أيام محادثات ومباحثات ومشاورات الكويت كما يقال. من المواطنين في الشرعية، المسؤولين في الشرعية، المواطنين في كل أصقاع اليمن، من لا يرغب في فتح مطار صنعاء الدولي؟ كلنا نريد أن يفتح مطار صنعاء الدولي بوجه للمواطنين، ليستفيد منه المواطنون، المرضى، الطلاب، المسافرون. من يقف حجر عثرة أمام فتح هذا المطار؟ والله وبالله وطالله أنها الميليشيات الحوثية. وكان في مبادرات كثيرة جدا لفتح المطار، لكن هذه الميليشيات رفضت وتعنتت وتجبرت وتغطرست وتكبرت على كل ذلك، واشترطت شروط عجيبة وتعجيزية تريدك أن تركع حتى تفتح لي المطار. يعني أشياء يعني لا يمكن أن تتنازل على الإطلاق في سبيل مصلحة المواطن، لا تنظر إلى مصلحتها فوق مصلحة كل المواطنين، والمواطنون يعانون الأمرين. من لم يبكي دم على المواطنين وهم يسيرون من في إلى سيئون ولا إلى عدن عشان يسافرون وهم مرضى وهم يعني محتاجين وهم حالتهم يرثى لها؟ كثير من الأحداث حدثت وكثير من الدماء سفكت وهم يبحثون عن مكان آمن للانطلاق إلى خارج البلد استخدام المطارات. من لم تذرف دموعه بعد كل كثير من ما حدث من مآسي؟ كلنا وإلى اليوم نريد أن يفتح المطار. من الذي يتسبب ومن الذي لا يريد ويعاند ويكابر على أن لا يفتح المطار، وهو يستخدم المطار في كل أغراضه ويرسل كل أفراده وقياداته ويستقبل الأموال والأسلحة وقطاع الغيار من المطار عبر طائرات الأمم المتحدة المتتالية التي تصل 3 طائرات إلى 4 طائرات يوميا؟ تعالوا نسرد لكم
سريعاً بهذا الانفجراف أو الانفجراف تعنت ميليشيات الحوثي والجهد الذي بذل لفتح مطار صنعاء الدولي. كل هذه الشروط وهذا التعنتات وهذه التعنتات مستمرة منذ الوهلة الأولى لاستيلاء ميليشيات الحوثي على فتح مطار صنعاء الدولي. أيها المواطنون الأعزاء، كان في طلب بسيط جدا، وهو أن الإدارة والأمن الذين كانوا يعني يعملون بمطار صنعاء الدولي قبل الانقلاب المشؤوم يعودون ويمسكون إدارة المطار. رفضت هذه الميليشيات حينها. كثير من الجهود بذلت، كثير من الآراء طرحت، كثير من الوساطات قدمت. العمانيين ذهبوا إلى صنعاء ليتفاوضوا مع الحوثيين لفتح المطار، للمواطنين، للمسافرين، للطلاب، للمرضى، للمغتربين. هذه الميليشيات لا ترعوي إلا ولا ذمة بالمواطنين أبدا، ولا يعنيها أبدا المواطن. يعنيها تعنتها، غطرستها، لا تريد المطار وأن تكون رحلات إلى طهران، بس هذا الذي تريده. أما الرحلة تكون إلى عمان أو تكون عفوا إلى الأردن، عمان، أو إلى مصر، أو إلى دول عربية، السعودية وغير، لا، هي لا تريد ذلك. تريد رحلاتها فقط، هي لا ترى إلا نفسها فقط، لا ترى إلا مخططها فقط. أما حاجة المواطن لا تراه نهائيا ولا تتعامل معه. تعالوا نتابع دور الحكومة اليمنية وجهدها في فتح مطار صنعاء الدولي وتنازلاتها حول أهمية فتح هذا المطار. قالت الحكومة إن فتح الطرقات وضمان حرية الحركة للمواطنين ورفع الحصار عن المدن وعلى رأسها المدينة العظيمة تعز يقع في قلب القضايا الإنسانية، وهو من القضايا الأساسية التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها. وأكدت الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها أن الميليشيا الحوثية ترفض فتح مطار صنعاء إلا بشروطها، وبأن الحكومة قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكافة المواطنين، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء. وجددت الخارجية موقف الحكومة من موضوع فتح المطار باعتباره موقفا إيجابيا وثابتا يخدم المواطنين ويمنع استخدامه كمنصة عسكرية لقتل الشعب اليمني.
يعني الحوثيون يتعاملون مع العالم كأن العالم أغبياء، يعني كأن العالم لا يرى ولا يسمع ولا يشاهد ولا يراقب ما يحدث في صنعاء وما يحدث في مطار صنعاء وما يحدث من استخدام سيء لمطار مدني وتحويل هذا المطار المدني إلى ثكنة عسكرية تمارس فيه الميليشيات الحوثية التدريب والإعداد والتجهيز وإرسال الصواريخ إلى مأرب وإرسال الصواريخ إلى السعودية وإرسال الصواريخ إلى المخا وإرسال الطائرات المسيرة وغيرها من التدريبات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بإشراف قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني. كم نسرد لكم من أدلة ووقائع وشواهد تؤكد كيف حول الحوثيون هذا المطار من مطار مدني محترم ومعترف به دوليا إلى ثكنة عسكرية تمارس فيه إجرامها وعدوانها على اليمنيين وعلى دول الجوار. مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن يعود إلى الواجهة من جديد. هذا المنفذ الجوي الذي أرادت له المنظمة الدولية أن يكون نافذة اليمنيين على العالم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية حولته ميليشيات الحوثي لقاعدة عسكرية. نتيجة هذا الاستغلال للمطار وغيره من المرافق المدنية في صنعاء، علمت العربية أن ميليشيات الحوثي أوقفت التصاريح لطائرات الأمم المتحدة من الهبوط أو الإقلاع من المطار. أكثر من ذلك، رفض الحوثيون هبوط رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة في المطار، وكذلك بسبب الاستخدام العسكري للمطار من جانب الميليشيات. التحالف وفي 22 من الشهر الماضي قدم أدلة دامغة على استخدام الحوثيين للمطار كقاعدة عسكرية تطلق منها الميليشيات بمساعدة خبراء في الحرس الثوري وأيضاً حزب الله اللبناني المسيرات تجاه أهداف مدنية داخل اليمن وخارج حدوده أيضاً. التحالف أيضاً عرض صوراً لإجراء الحوثيين تجارب على طائرات أممية لمحاكاة هجوم بصواريخ حرارية على أهداف جوية، وحذر التحالف من مواصلة الميليشيات استخدام مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود مع التلويح باتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إن لزم الأمر عن تلك المواقع التي يستغلها الحوثيون أسوأ استغلال. إذن يعني بعد أن يأس الجميع من تغيير سلوك ميليشيات الحوثي والعدول عن استخدام مطار مدني كمطار صنعاء الدولي وحولته إلى ثكنة عسكرية، رفع الغطاء عن هذا الهدف وأصبح هدفاً مشروعاً لدول التحالف أو لقوات دول التحالف الداعم للشرعية لاستهدافه، لأنه حول من مطار مدني إلى مطار إلى ثكنة عسكرية تستخدم لأغراض عسكرية، وتم الإعلان عن ذلك وتم استهداف المطار وتم استهداف كثير من مناطق المطار. وسنوافيكم ما الذي حدث اليوم وأمس بعدما يأس المجتمع الدولي جميعا من إقناع ميليشيات الحوثي بتحييد المطار أو فتحه أمام المسافرين أمام المواطنين. يسرنا أن يكون معنا العميد الركن محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله. السلام وحياك الله. يعني خلال الفترات الماضية كانت هناك أنشطة إرهابية حوثية داخل مطار صنعاء، لكنها هل يعني لم ترقى إلى هذا الموقف الذي حدث الآن؟ أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. اتضح للعالم أجمع بعد نزول الشريط الفيديو الذي نزل مؤخرا وظهر للعالم أن تلك الميليشيات الإرهابية حولت مطار صنعاء إلى سكنة عسكرية وحولته إلى منصة لاستخدام الصواريخ المسيرة وإطلاق الصواريخ المسيرة والطيران المسير. استغلت وصول الطيران الأممي بواقع 5 إلى 6 طائرات بصورة يومية، وهو ما أدخل الأمم المتحدة في مجال الشك أنها قد تكون أحد مصادر التمويل
للسلاح وأحد مصادر وصول هذه الصواريخ والطيران على قطاع وعلى وهي التي تزود الحوثيين بالمنظومات المتكاملة كمنظومة الحرارية ومنظومة الاستطلاع الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافي وكثير من المنظومات الليزرية الخاصة بالطيران و اطلاق الصواريخ المسيرة. تلك ذلك الفيديو اظهر للعالم. اما بالنسبة لنا نحن كيمنيين نحن نعلم من 7 سنوات ان المحتل الحوثي وتلك الميليشيات تستخدم كل ما يتعلق بالجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية سواء المطارات او المؤسسات فيما يخدمها عسكريا يعني وتستخدم الاعيان المدنية والاحياء السكنية لتخزين السلاح وحتى المساجد استخدمتها كمراكز تدريب وتخزين السلاح. لم تألو جهدا في استخدام كل ما يخدم مشروعها وكل ما يخدم آلة الفتك العسكرية وجعلت اليمنيين دروع بشرية، جعلت اليمن بشكل عام دروع بشرية لها تختبئ قفاء المواطنين وتختبئ خلف المواطنين سواء قياداتها وتستخدم حتى سيارة الإسعاف وتستخدم حتى المساجد والمدارس والمستشفيات. لم تترك شيئا يخدم ذلك المشروع الكهنوتي إلا واستخدمته ميليشيات إرهابية. فاقت القاعدة وداعش بمراحل ولكنها أيضا طورت تلك الأساليب الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة باستخدام الطيران والصواريخ. كان هناك جهود كبيرة من قبل التحالف ومن قبل الدولة الشرعية الحكومة الشرعية لأن يفتح مطار صنعاء بوجه المواطنين ويستخدمه المواطنون يغادرون ويعودون، إلا أن الميليشيات الحوثية أبت وتكبرت وتجبرت واشترطت وتعنتت ورفضت. هي أصلا كانت ضمن السيناريو المخطط لها. هم كانوا يختلقوا كثير من الأعذار وكثير من المبررات حتى لا يفتح مطار صنعاء الدولي، وذلك لأجل استخدامه للأغراض العسكرية. لو فتح المطار للأغراض المدنية وفتح مطار صنعاء لسفر المواطنين لانكشفت كثير من الأمور. مطار صنعاء الدولي مغلق من سنوات ولا يعمل فيه إلا الأمن الوقائي ودائرة الأمن والاستخبارات العسكرية الحوثية، ولا يعمل فيه سوى رجال الأمن الحوثيين والأمن المركزي الحوثي وكل ما يتعلق بالجهات الأمنية، فقط استقبال طائرات أممية في المدرج وبقية مرافق المطار خاضعة للسيطرة الحوثية الأمنية المطلقة، وبالتالي تدار فيه كثير من الأمور. استغلوا كثيرا من الأمور ومن ضمنها أن قاعدة الديلمية العسكرية والتي هي المركز الرئيسي للقوات الجوية والدفاع الجوي تكون في نفس حرم المطار ولكن من جهة الجنوب، وبالتالي استغلت كل القدرات الإمكانية لقاعدة الديلمية العسكرية وكل القدرات الفنية والرادارات ومنظومات الملاحة التي كانت تخدم القاعدة العسكرية وحولت جزء من الإمكانيات والقدرات إلى مطار صنعاء الدولي. رفضت كثير من المبادرات الأممية، رفضت كثير من المبادرات الحكومية، رفضت آخرها المبادرة السعودية لفتح مطار صنعاء أمام المواطنين لرفع المعاناة على الشعب اليمني ولتسهيل سفر المواطنين وخاصة أصحاب الحالة الإنسانية والمرضى والدارسين والطلاب العلم، ولكن الحوثي كان يرفض ذلك تحت مبررات كثيرة. وفي الأخير عرفنا أي السبب، عرفنا أنه الغرب أنه هو بحاجة مطار صنعاء. ماذا سعادة العميد ما هي رسالتك للمواطن اليمني الذي يسمعك الآن ودائما يتشوق لفتح مطار صنعاء الدولي ليكون تحت خدمة المواطن؟ أخي الكريم، أنا أظن أنه بعد 7 سنوات كاملة من الضحك على أبناء الشعب اليمني أن الحوثي استغل كل وسائل الزيف والتضليل والخداع، رفع كل الشعارات ابتداء من الحروب الست تحت المظلوميات وتحت شعارات مكافحة الفساد وتحت الافطات المذهبية وكثير من الأمور التي استغل الشعب اليمني فيها واستغل بخلافاتنا ومناكفاتنا ورفع تلك الشعارات الزائفة الخادعة. واتضح في الأخير أن هذا المشروع مشروع موت ومشروع قتل ومشروع دمار، يخدم أو مرتبط بمشروع أكبر منه هو مشروع الإيراني ومشروع تصدير الثورة الإيرانية. أتضح للعالم أجمع ولليمني خاصة أنه بعد 7 سنوات الحرب أنه مشروع دمار وقتل. واضح أن مطار صنعاء عندما رأى التفجيرات التي تحدث بعد إطلاق الصواريخ أو ضربات التحالف العربي، هناك انفجارات هائلة داخل مطار صنعاء يثبت لليمنيين أن هذا المطار لم يعد مطار مدني،
بل أصبح سكنة عسكرية ومطار عسكري للاستخدامات العسكرية. نعم. ويعلم اليمني الآن أن هذا المطار مغلق في وجه اليمني من الحوثي نفسها الذي رفض أن يفتحه لليمنيين، وأراد حتى عندما أرصت على المطار أراد فتحه لطهران، لطهران أراد فتحه للعراق، وأراد فتحه لحزب الله لبنان، لم يرد أن يفتحه لصالح الشخص. نعم، شكرا جزيلا العميد محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، يعني خلال الفترة الماضية هذا النتائج تكون كارثية فعلا، وهذا ما حدث لمطار صنعاء الدولي نتيجة تعنت وغطرسة وعنقهية وكذب وميليشيات وموقف الموقف السلبي لميليشيات الحوثي وعدم رغبتها في فتح المطار واستخدامه فقط كسكنة عسكرية. هذا كله شهادة، أنا ما حد يسمح لنا. أي مدخن هذا؟ أي مدخن هذا؟ لا يدخنش. ممنوع. فيروزين سريع على الشتائر حق الطائرة. فيروزين الطائرة. يا. أبي عبدة. شوي شوي. أن المطار سيقوم بتعليق عمليات أو تعليق الرحلات إلى مطار صنعاء نتيجة لاستهداف محطة الوقود في مطار صنعاء والتجهيزات الملاحية والحجر الصحي، هذه ترغمنا للأسف أن نعلق الرحلات إلى مطار صنعاء على الأمم المتحدة حتى إشعار آخر. علقت الرحلات، أساسا الرحلات معلقة إلا للحوثي وقياداته وأبنائهم الذين هاجروا في كثير من دول العالم للدراسة، وأيضا القيادات الحوثية التي تذهب إلى طهران ليل نهار وعبر مطار صنعاء الدولي، واستخدم المطار لنقل الأموال، واستخدم المطار لنقل قطع الغيار، واستخدم المطار لنقل عدد من الأسلحة، وهناك الكثير من الدلائل والمؤشرات والقرائن أشارت إلى ذلك وإلى صحة ذلك. هذا المطار الذي أغلق بوجه كل اليمنيين، الحوثيون يفتحونه لأنفسهم ويفتحونه لأسيادهم، ولا شك أن ما حدث لحسن أورلو في نقله من مطار صنعاء الدولي بالأمس القريب إلا دليل على هذه العنجهية وعلى هذا التصور الذي لا يرون اليمنيين أي شيء، ولكن يرون أنفسهم ويرون الخبراء الإيرانيين والقيادات الإيرانية على أنهم أهم وأثمن عندهم من كل المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة، إلى خدمة المطار وإلى السفر خارج البلد للعلاج أو للاغتراب أو للطلاب الذين يذهبون للتعليم في 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 أسقاع العالم. فالميليشيا التي أوجدت ألف حجة لبقاء مطار صنعاء مغلقا في وجه آلاف المرضى الراغبين بالمغادرة للعلاج في وجهات وافقت عليها الشرعية والتحالف، سارعت لفتح المطار بل وتقديم الرجاء للموافقة على نقل إيرلو منه، معيدة بذلك التأكيد على أنها ولدت إيرانية ولن تنفصل عن إيران، وأنه لا سبيل لإيقافها عن تحقيق أهداف طهران سوى بفصلها بشكل كلي عن السلاح، فبدون سلاح تذوي الميليشيا وتنتهي صلاحية أمثال إيرلو وشهلاي وتهزم إيران. يعني أغلقت المطار خلال الفترة الماضية كلها، وعندما احتاجت للمطار لنقله فتح المطار وفتح المدرج وكل الآليات المعدات كل ما يخص عمل المطار شغال ولا في شيء، لكن نقل المواطنين لا، نحن نضغط على التحالف ونضغط على الشرعية ونستغفل الأمم المتحدة ونمارس الابتزاز السياسي والابتزاز من كل الجهات من كل على كل الأشكال، ابتزاز إنساني ومعونات وما إلى ذلك، أشياء كثيرة جدا، ويتخيلون أنه هذا المطار فقط نستخدمه فقط للأمم المتحدة. العالم كله يعلم، كثير من الاتصالات وتصلنا من صنعاء يوميا عن طبيعة ونوعية ما تصل من طائرات إلى مطار
صنعاء الدولي، بل أن ما يصل إلى صنعاء خلال الفترة الماضية من طائرات كان أكثر ما يصل إلى عدن، يعني كان في حدود 250 طائرة، هذه تصل 120 طائرة في خلال فترات متعاقبة. شيء عجيب. نحن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، كنا في موضوعين أساسيين ومهمين، ألا هما الهالك مقتل إيرلو بطريقة لا يعلم أحد حتى الآن، ولكن دلائل تشير أن هناك حسب قول الخبير العسكري الأستاذ الحبابي كيف تمت نهايته، أيضا مطار صنعاء الدولي المغلق من قبل ميليشيات الحوثي في وجه المواطنين، والتي تسببت بكل هذا الألم وبكل هذه المعاناة للمواطنين اليمنيين. وصلنا وإياكم إلى الختام، شكرا لكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة. حتى الملتقى أنتم بأمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.